بالإشارة إلى حكم المحكمة وأنها لابد أن تنفذه. طيب أنت يا لجنة عليا تنازلت عن قرارك الأول دون مبرر واضح إلا أن هناك حكم محكمة، وأنت مؤمنة أن الموقف الصحيح كان هو اعتماد نتائج الكشوف السابقة وعدم تكرار. أنت تنازلت عن موقفك لأسباب أنا لا أعلم عنها شيء، إنما إذا كنت مضطرين لتنفيذ حكم المحكمة فكان يتعين أن تنفذوه وليس بمعاقبة الضحايا الذين سلط عليهم هذا الحكم دون مبرر. أنت بتقول للناس روحوا عيدوا الكشف الطبي ثاني وهم عملوه قبل كده، وإذا كنت أنت حريص على تنفيذ حكم المحكمة وهتخليهم يعيدوه فلا أقل من أنك تديهم الحيز الزمني المناسب اللي يقدروا يعيدوا هذا الكشف فيه بسلاسة ودون مشقة عليهم. ما حصلش الكلام ده بدليل ان المحكمة اتاحت 3 أيام لتدارك الكشف الطبي او تكرار الكشف الطبي لاعداد هائلة من المرشحين، وهي في 1/9 حينما فتحت الباب الجديد لاجراء يعني المطالب التي على المرشحين ان يتقدموا بها الى اللجنة ادت لهم حيز زمن 12 يوم. في دي لما جينا في يوم 7/9 الحيز الزمني مدته 3 أيام، وبعد كده بصعوبة مدته 3 أيام تاني، يعني 3 قصاد 12 أو 6 قصاد 12. هذا نوع من عدم المساواة، وهذا يخل بمبدأ دستوري بيقرر أن المواطنين جميعا سواء ويجب أن يعملوا على قدم المساواة. المحكمة الإدارية، محكمة القضاء الإداري، خاصة أنه يتصادم مع موقف رسمي خدته اللجنة وفرضته في يعني الإجراءات التي أعلنتها على المرشحين يوم 1/9، فقالوا أنهم ما يقدروش يطعنوا لأن الطعن في هذه الحالة هو مسؤولية هيئة قضاء الدولة. فقالوا طيب كلموا هيئة قضاء الدولة عشان تطعن، قالوا لا نستطيع أن نكلمها. ليه؟ قالوا أن احنا لجنة من قضاء صحيح لكن ليس لنا صلاحيات قضائية تلزم سلطات الدولة الأخرى. فقلنا لهم طيب انتوا مين اللي يكلم قضاء الدولة عشان تعمل الطعن؟ قالوا انت، انا اروح لهيئة قضاء الدولة عشان تعمل الطعن. المسألة الثانية برضو في قصة اجراء الكشف مرة اخرى وضرورة ان هم يحملوا الدولة التي اخطأت بالتشريعات اللي عملتها في يعني مسار العملية الانتخابية مما تسبب في طعون نظرت قدام المحاكم وتأجل بناء عليها سياق الانتخابات. هذا خطأ من وضعوا هذه القوانين وتسببوا في التعطيل، وليس المرشحين اللي نفذوا كل المطالب بما فيها الكشف الطبي، ولكن لما قرروا انهم يعيدوه على غير يعني مبرر كافي حطوا المسؤوليه مره اخرى على المرشحين. هذا نوع من عدم اتساق الاجراءات وعدم العداله والمساواه بين كافه المرشحين سواء كانوا قدام او التي يشارك فيها في التصويت فيها 55 مليون مصري وآلاف المرشحين، هي عملية متدرجة أو عملية متغيرة لا تتمتع بالثبات الذي يعطي الفرصة للجميع أن يعملوا على قدم المساواة. ومن ثم إحنا لا نجد أمامنا طريقا إلا أن نؤكد ما أشرنا إليه يوم 7/9 نفسه بمجرد صدور قرار اللجنة بالموافقة على تنفيذ قرار المحكمة، و يعني أعلننا نيتنا على بحث قضية الانسحاب الذي تأكد في الأيام التالية والذي نؤكده الآن مرة أخرى. هيئة قضاء الدولة بترميها في حجر اللجنة العليا للانتخابات. النهاردة الممثل عن هيئة قضاء الدولة قدم دفع وحيد إن القضية اللي رفعها الأستاذ شحات محمد شحات اللي هو عضو في القوائم صحوة مصر في مواجهته بيدفعه بأنه ملوش صفة وأن الصفة للجنة العليا للانتخابات. يعني اللجنة العليا ترمينا ترمي الكرة في حجر هيئة قضايا الدولة، وهيئة قضايا الدولة ترمي الكرة في حجر اللجنة العليا للانتخابات، وفي النهاية الضحايا هم المرشحين اللي تعبوا وقدموا قوائم على مدى 3 أيام. الناس بتفضل تقدم ورقها جري ولهس.
الكلام اللي بيحصل ده في تعارض مع نصوص الدستور اللي احنا كلنا صوتنا عليه، المادة 4 والمادة 9 اللي بتقول ان لازم يبقى فيه تكافؤ فرص بينكم والمساواة دون تمييز بين كل المواطنين. اللي بيحصل ده في عدم مساواة، في عدم تكافؤ فرص. الأستاذ اللي بيدفع بأن لا صفة للمرشح اللي بيطعن على الحكم، اللجنة أتاحت لواحد ملوش لا مصلحة ولا صفة في أنه يرفع دعوة بإعادة الكشف الطبي. الأستاذ اللي رفع القضية بإعادة الكشف الطبي، إيه مصلحته؟ إيه صفته عشان الهيئة القضائية أو الدايرة تقبل الطعن بتاعه؟ ما نعرفش. شخص مجهول لا نعرف عنه شيئا، لا هو محامي ولا هو مرشح ولا هو ليه صفة عشان يرفع الدعوة. ايه مصلحته؟ ايه صفته؟ اللي هما الحاجتين الاساسيتين لرفع اي دعوة قضائية قدام القضاء، لازم يبقى ليه صفة وليه مصلحة. اللي رفع الطعن ده لا ليه صفة ولا ليه مصلحة. على المقاعد الفردية، وان كان الوقت ضيق جدا، اللي انا عايز اقوله في هذه النقطة ان منذ اعلان انسحاب صحوة مصر من الانتخابات، من دخول الانتخابات، وقد تلقى العديد منا اتصالات للدخول الى قوائم اخرى. اكثر من حد فينا تلقى اتصالات امس واول امس واول أو ومنذ يومين او ثلاثه، ولكن كان الرد الوحيد ان احنا لما دخلنا صحوه مصر، لما انسحبنا من الانتخابات ما انسحبناش علشان نروح قائمه ثانيه، احنا انسحبنا وما انسحبناش عشان اي شيء او اختلاف مع صحوه مصر، انسحبنا لرفض هذا الاجراء ولرفض هذا التعطيل والتعقيد والضعف من جانب اللجنه العليا، فاحنا مش ممكن نروح اي قائمه اخرى، وقد اعلن العديد منا من غير اعلان اسماء رفضنا للدخول في قوائم اخرى. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان هذا الانسحاب ليس انسحاب من العمليه السياسيه الجاريه في مصر، وليس مقاطعه حتى يتم التفرقه بين من اعلنوا المقاطعه منذ يومين واشتعلت مواقع الاعلام الالكتروني بمن اعلنوا المقاطعه. احنا مش بنقاطع العمليه السياسيه، احنا بننسحب لاسباب اجرائيه ولاسباب تعقيد وابعاد من كانوا في مقدمه الثورتين، ثوره يناير وثوره يونيو، ومن ساهموا فيها بجهد كبير. واعلنا منذ البدايه ان هذه القائمه لا تضم من الاخوان ولا تضم من السلفيين ولا تضم من الحزب الوطني، فاحنا منسحبين ولسنا مقاطعين.